مساء الخير، السلام عليكم. نكمل كده بسرعة على الأكشنز والنيرف سبلاي بتوع العضلات of the shoulder، muscles of the shoulder. بدأناهم بعضلة اسمها الديلتويد، وبعدين اتكلمنا عن سوبرا سباينيتس والإنفرا سباينيتس اللي فوق الاسباين واللي تحت الاسباين، عضلة اسمها الساب سكابيولاريز، عضلتين تيريز ميجور وتيريز ماينور. المرة اللي فاتت لما جينا نتكلم عن النيرف سبلاي قلنا ان السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس الاتنين بيتغذوا من نيرف معدي فوق الاسكابيولا، بنسميه سوبرا سكابيولار نيرف. العضلة اللي اسمها السب سكابيولاريز قلنا المرة اللي فاتت انها بتتغذى بنيرفين، يعني لها دبل نيرف سبلاي. لو حد فاكر في عضلة تانية كان لها دبل نيرف سبلاي المرة اللي فاتت، بيكتوراليز ميجور، لو انتوا فاكرين يعني. دي كنا بنقول بتاخد من الابر واللور، ومن اسمها سب سكابيولار نيرف. قلنا ان اللور سب سكابيولار نيرف بياخد معاه التيريز ميجور. قلنا ان اكبر عضله واصغر عضله الاتنين بيتغذوا بنيرف لذيذ كده ماشي في الاجزيله، اسمه الاجزيلاري نيرف. بكده يبقى احنا خلصنا النيرف سبلاي بتاع كل الماسلز اوف ذا شولدر. طيب نشوف الاكشن بتاعهم، نشوف الاكشن. هنرتب العضلات ترتيبه بسيطه كده عشان نشوف الاكشن بتاعهم. هنبدا بالسوبرا سباينيتس، بعدها الانفرا سباينيتس، معانا سب سكابيولاريز. خلينا ناخد بينهم التيريز ماينور بالمرة. التيريز ماينور، وتحت هنا التيريز ميجور. أول أكشن، العضلات الأربعة اللي فوق دول كنا بنقول إن هو بيعملوا سبورت للشولدر، فالعضلات دي كلها بتعمل stabilization of shoulder. التيريز ميجور ما كانش فيه لها أي حاجة من الكلام ده، ده أول جزء. طيب بالنسبة للسوبرا سباينيتس، لو فاكرين بص كده نشوف السوبرا سباينيتس شكلها عامل ايه، كان عامل ازاي. دي السوبرا سباينيتس، العضله اللي فوق دي قلنا كانت بتعدي فوق الشولدر جوينت، بتعدي فوق الشولدر جوينت. طيب لما العضله دي تنقبض هتعمل ايه؟ بص كده دي الهيومرس، العضله دي تنقبض وهي ماسكه في الشولدر جوينت من فوق، تعمل ايه؟ تعمل ابدكشن، ابدكشن، تشد الهيومرس لبره، تبعدها عن الجسم، تعمل ابدكشن للشولدر. بس بما انها عضله ضعيفه وخيط كده زي ما احنا شايفين، فالابدكشن بتاعها هيبقى ضعيف زيها، يبقى هتعمل ايه؟ هتعمل ابدكشن للشولدر من 0 ل 15 ديجري، بس حاجه بسيطه مش حاجه كبيره يعني. ويبقى كده خلص الاكشن بتاع العضله اللي اسمها السوبرا سباينيتس. طب العضله اللي اسمها الانفراسباينيتس، خلونا نبص على الانفراسباينيتس. هي دي الانفراسباينيتس ماسل. الانفراسباينيتس قلنا اول اكشن لها انها بتعمل ايه؟ بتعمل ستابيلايزيشن للشولدر جوينت. طيب العضله دي لما تنقبض وتقصر ايه اللي هيحصل؟ مش هتشد الهيومرس لورا؟ طيب خليني اقول لكم كلمه، شد الهيومرس لورا دي مش ممكن تعمل روتيشن في الهيومرس، تعمل لها لاترال روتيشن. هو ايه حكايه اللاترال روتيشن والميديال روتيشن؟ لاترال روتيشن
للهيومرس معناها ان الفرونت بتاع الهيومرس يحصل له دروينج لاترال، يعني الهيومرس دي مش ده البوستيرو سيرفيس، لما اقرب البوستيرو سيرفيس ميديالي يبقى الانتيرو سيرفيس هيروح لاترالي، هو ده المقصود باللاترال روتيشن. طيب الميديال روتيشن معناها ان الفرونت بتاع الهيومرس درويد ميديالي. طب انا اعرف ازاي اذا كانت تعمل لاترال روتيشن ولا ميديال روتيشن؟ بص يا سيدي، لو العضلة الانسيرشن بتاعها في البوستيريور سيرفيس بتاع الهيومرس، خاصة لو كانت في التيوبروستيز او كانت موجودة في الابر بارت بالشكل ده كده في البوستيريور سيرفيس، لما العضلة تقصر تعمل لاترال روتيشن. طب لو كان الانسيرشن بتاعها في الانتيريور سيرفيس زي ما احنا هنشوف امثلة دلوقتي، يبقى العضلة دي لما تقصر تعمل ايه؟ تعمل ميديال روتيشن. ليه؟ بص كده، العضلة مثلا زي السابسكابولاريس، الانسيرشن بتاعها في الانتيريور سيرفيس، قصر السابسكابولاريس، قصرها كده تعمل ايه؟ تحرك الهيومرس دي ناحية الميديال سايد، لما يحصل لها روتيشن تبقى يحصل لها روتيشن ميديالي، يحصل لها ميديال روتيشن. كويس؟ طب بالمرة عشان برضه نعرف كلمة كده، ايه حكاية الفليكشن والاكستنشن؟ امتى يحصل فليكشن للشولدر وامتى يحصل اكستنشن للشولدر؟ فليكشن للشولدر يعني معنى كده ان انا هقرب، لو اعتبرت ان ده كده مثلا الترنك وده الشولدر، لو الشولدر طلع قدام الترنك انا كده بعمل فليكشن بالشكل ده كده، طلعت الشولدر قدام الترنك. طيب لو ده الترنك وده الشولدر، الشولدر لو رجع ورا الترنك يبقى ده بعمل اكستنشن. ليه بعمل فليكشن؟ لاني كده بقرب التو سيرفيسز بتوع الشولدر من بعض، يبقى ده كده فليكشن. لو بعدوا عن بعض بالشكل ده كده يبقى انا بعمل اكستنشن. كويس؟ طب امتى يحصل فليكشن وامتى يحصل اكستنشن؟ لو الاوريجين، هنا انا كنت بتكلم على الانسيرشن في البوستيريور ولا في الانتير، ده الانسيرشن. لو الاوريجين بتاع العضلة في الشيست او في الانتيرور بارت هيعمل فليكشن. طيب لو هو في الباك زي في الاسكابيولا مثلا، الاسكابيولا لما حرك، لما حاجة ماسكة في الاسكابيولا تحرك الارم مش هتشد لورا فتعمل اكستنشن. تعالوا بقى نبص كده للانفراسباينيتس الاكشن بتاعها هيبقى عامل ازاي. احنا قلنا بتعمل ستابيلايزيشن للشولدر جوينت، وفي نفس الوقت شوف الانفراسباينيتس كان الانسرشن بتاعها موجود فين؟ مش الانسرشن بتاعها في البوستيريور سيرفيس، بتعمل لاترال روتيشن، اثر كده انسرشن على اوريجين يحصل لاترال روتيشن، لاترال روتيشن بوستيريورلي. يبقى الروتيشن اللي بتعمله لاترال روتيشن. زيها العضله اللي اسمها تيريس ماينور برضه ماسكه بورا في الانفيرور امبريشن، فلما تقصر قصر كده الهيومرس دي يحصل لها لاترال روتيشن. ليه كل العضلات دي ما عملتش ابدكشن ولا عملت ما عملتش فليكشن ولا اكستنشن؟ العضلات اولا ضعيفه، ثانيا العضلات ماسكه في السوبيرور بارت من البون، فصعب انها تعمل اكستنشن عشان تفرد الشولدر في الوضع ده، صعب قوي انها يعني تخيل المحور، هي بعيده جدا عن المحور عشان تعمل اكستنشن، بالاضافه الى ضعف العضلات. يبقى عندنا التيلز ماينور بتعمل نفس الاكشن بتاع الانفراسباينيتس، انها لما تقصر تعمل لاترال روتيشن للهيومرس. يبقى الاكشن بتاع التيلز ماينور تعمل لاترال روتيشن. كده فاضل معانا العضلتين السابسكابولاريز والتيلز ميجو. نشوف كده السابسكابولاريز، دي العضله اللي اسمها السابسكابولاريز، ماسكه فين السبسكابولاريز؟ ماسكه في الليسر تيوبروستي، واحده من العضلات اللي بتعمل سبورت للشولدر جوينت. خلاص كده دي شكر. ايه تاني ممكن تعمل ايه؟ لا يا ترى هتعمل ميديال روتيشن ولا لاترال روتيشن؟ هي مش ماسكه الانسيرشن بتاعها انتيريورلي،
يبقى لما تلف الانتيرور سيرفيس ميديالي، تلف الانتيرور سيرفيس ميديالي، تعمل ميديال روتيشن. طب لو قلت لك هي هتعمل فليكشن ولا اكستنشن؟ فليكشن ولا اكستنشن؟ هي مش الاسكابيولا دي بوستيريورلي، يعني لما تشد كده، لو دي البودي ودي الهيومرس، الاسكابيولا مش هتشد الهيومرس لورا، يعني هتبعدها عن الشولدر، فتعمل ايه؟ تعمل اكستنشن. يبقى هي بتعمل ميديال روتيشن ليه؟ عشان ماسكه في الانتيريور سيرفيس اوف ذا هيومرس، يعني هتشد الهيومرس ميديال، وفي نفس الوقت بتعمل اكستنشن. كويس. طيب تعال نشوف بقى على العضله اللي اسمها التيريز ميجور. التيريز ميجور دي هتعمل ايه؟ فين التيريز ميجور؟ التيريز ميجور اهي ماسكه هنا كده زي السب سكابولاريس، لو قصرت تعمل ميديال روتيشن ماسكه قدام، وتعمل برضو في نفس الوقت اكستنشن لانها برضو ماسكه في الاسكابيولا بوستيريرلي، فترجع الدراع لورا، تعمل ميديال روتيشن. وتعمل اكستنشن. حاجه اخيره، التيريز ميجور عضله خريطيه عريضه وتخينه، فلو كان دراعي بعيد ممكن تقربه من جسمي. الدراع البعيد اللي بيقرب من جسمي نعمل له ادكشن، يبقى الاكشن الاخير للتيريز ميجور انها ممكن تعمل ادكشن. كنا احنا اتكلمنا على الاكشنز بتاعت العضلات بتاعت الشولدر. في عندي بس ملحوظتين، ملاحظتين عاوز اتكلم فيهم كده اقولهم بسرعه قبل ما اخلص الفيديو ده. ايه العضلات اللي بتعمل abduction of shoulder؟ احنا كده قلنا ثلاث عضلات بيعملوا abduction للشولدر. قلنا العضله الاولى اللي اسمها سوبرا سباينيتس بتعمل abduction من 0 ل 15 ديجري. العضله الثانيه قلنا الميدل فايبرز بتاعت الديلتويد، لما الميدل فايبرز تشتغل بتحرك ابدكشن من 15 ل 90. والمره اللي فاتت قلنا على عضله كده لو انتوا فاكرين، يعني قلنا ان هي بتعمل لاترال روتيشن للسكابيولا، كان اسمها سيريتس انتيرير، وكان الابدكشن بتاعها من 90 ل 180 لما قلنا انها بتعمل lateral rotation للسكابيولا من وضعها الرئيسي بالشكل ده كده. بعد ما كانت في الميد لاين تحركت laterally، فخلت الهيومرس انها تقدر تعمل من 90 ل 180 درجة extension. حاجة تانية، الملحوظة التانية، الحاجات اللي بتمسك في البايسيبيتال جروف. احنا المرة اللي فاتت لما اتكلمنا على البايسيبيتال جروف ادي الهيومرس، قلنا دي ليسر تيوبروستي ودي الجريتر تيوبروستي، قلنا البايسيبيتال جروف له ميديال ليب وله لاترال ليب، وفي بينهم الجروف نفسه او الفلور بتاعه. واني محتاجه واحد يكون مذاكر. احنا خدنا عضله ماسكه في اللاترال ليب كان اسمها البيكتوراليز ميجور، وخدنا عضله ماسكه في الميديال ليب اسمها التيريز ميجور برضو، يبقى التو ميجورز ماسكين على الليبس. في عضله هناخدها المره الجايه ان شاء الله ماسكه في الفلور، العضله دي اسمها لاتيس مص دورزاي. ذكرنا اسم العضله دي قبل كده، قلنا ان دي عضله من العضلات بتاعه الباك، كانت بتساعد البكتوراليز ميجور في الناس اللي بيعملوا جيمناستكس ان هم يعملوا دروينج للترانك ابورد. لو انتوا فاكرين الكلمه دي انا قلتها قبل كده، دروينج للترانك ابورد. يا ريت نحاول ان احنا نركز على الملحوظات دي ونذاكر. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.